السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين قناة أخبار الفجر المغربية. اليوم احنا كنتواجدوا معكم بمنزل عائلة واحد الشاب مغربي كين حاضر من مدينة العرائش وبالضبط من حي الوفاء، اللي تغيب على العائلة جالو تحت ظروف غامضة لمدة 7 سنوات كاملة. هاد الشاب للإسم جالو عمر بن حمدان، مقاول ناجح ومعروف ومحبوب عند الكبير والصغير في المدينة والحي اللي نشأ وترعرع فيه. اليوم العائلة في حالة يرثى لها، الأم والأب والابن كاملين كيناشدوا بعودة هاد الشاب المغربي البلاد والوطن ديالو المغرب. وبغينا نقربوكم من موضوع معاناة هاد العائلة اللي دامت 7 سنوات وتعرفوا التفاصيل بلسان الأم والابن ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. الأب ديال عمر بن حمدان، اسمي مصطفى بن حمدان، ساكن بمدينة العرائش. الابن ديالي غرر به هو وبعض الشباب ومشاو لسوريا، والأسباب كثيرة اللي جعلت هاد الشباب اللي مشاو لسوريا. السبب الأول هو الإعلام اللي كان كيوصلنا الحرب، الإبادة ديال الصبيان، كيتصطفوا مئات ديال الصبيان ديال 3 سنين عامين ميتين. هاد المناظر هادي جعلت الشباب يغلي فيهم، لأن المغاربة معروفين بالأخوة الوطنية والأخوة العربية والأخوة الإسلامية. وزادوا كملوا العلماء، بعض العلماء داروا واحد مؤتمر في القاهرة وبدأوا كيقولوا أصبح اليوم الجهاد في سوريا فرض عين. ما معنى فرض عين؟ هو أن كل شخص يمشي، أصلا تحنا نمشيه، أصبح فرض عين. صدقوهما تخبعوا ما مشاوشي، والشباب مساكن تحمسوهم ومشاو. داروا غلط، هاد الغلط هذا من يمشاو لقاو بان داك الشيء اللي مشاو عليه ماشي هو هذاك، يعني غرر بهم وعبروا عليهم. ولهذا دابا ندموا، منين ندموا منهم اللي ماتوا، منهم اللي مسجودين في السجون، منهم ابني، الابن ديالي عمر بن حمدان دابا علينا عامين هو في السجن تما. كان باغي ما يجي بحاله، بقينا نقول له أنا ويماه أجي بحالك أولدي، راه أنت شتي ما جبرتيش داك الشيء اللي بغيتي، دابا أجي بحالك لبلادك وبلادك تحاكمك ولا اللي كان. المهم قال لك واخا وديه معايا، خرج بالليل في 3 د الليل باش يخرج لتركيا، ومن تما نتلاقاه ونسلمو للسفارة المغربية. منين وصل بالليل عيطنا، قال لي أشبروني يما شبروني، وداو لي دابا التليفون، راه من تما حنا تقطع علينا الخبر عليه وهذا الشيء اللي طلع. شحال مده باش تقطع الخبر عليه؟ عامين دابا. عامين ما سمعتوش الصوت ديال الابن ديالكم؟ ما كاينش، هما في السجن، والسجن عند الاكراد ما كاينش. كنسمعوا بعض الاخبار، كنبقاو نسولوه هنا وهناك، يقولوا لنا راه الحمد لله بخير. وشفنا واحد الاذاعه الله اعلم عربيه دخلت لتما لعندهم وصوراتهم وكتهضر معاهم وكذا. وحنا كنشوفوا ديك الساعه شفنا ولدنا كيعمل بيدو هيدا، قلنا الحمد لله بعدا باقي بالروح. وهذيك هو الشوفه اللي شفناه وصورناه. عندنا ديك الصوره ديالو ديك الشيء. السلام عليكم، انا رشيده الحراق، يمه ديال عمر بن حمدان، واللي كان مشى لسوريا وكان في الاخر باش شاف داك الشيء ماشي هو هذاك. قال لي ما خصني نجي بحالي. قلت له صافي وليدي اجي بحالك، هذاك الشيء راه ماشي هو هذاك، كنتي ضيعتي المستقبل ديالك، اجي بحالك. قال لي صافي ما واحد ليله، قال لي ما انا خارج. ومشى متبع معاه وصل مناطق ديال الاكراد، وصل منطقه ديال الاكراد. قال لي ما دابا دعي معايا الله تبارك، اما شبروني ما خرج. واحد الساعه قال لي ما صافي شبروني، قال لي راه يدي لي التليفون صافي. من تما تقطع عليه الخبر، مره تقطع عليه الخبر. واحد الوقت سمعنا راه قالوا دخلوا عندهم شي صحافه، هي هذيك العربيه، بقيت كنشوف فيها حتى جبرت هو بحال كيقول لي ها انا رانا في السجن كيتشوف فيا. راه دخلت للعربيه في هذيك، هذه راه تشوفوه كيحك في يدو كيقول لي بحال كيقول لي انا في الحبس. تما تقطع. دابا كنتمنى من جلالة الملك يجيبوا المغرب يحكم عليه باش ما كان شحال ما بغى، المهم يكون في بلادو ما تضيعوش، ما تخليهش بالجوع، ما تخليهش عريان. تما عريان الحاله ديالو، عاملين له واحد المونوس ضعف مره، راه كلشي كيعرفو عمر كي كان الصحه ديالو، ولا غير الجلده فوق العظام، ما فيه ما يتشاف. كنتمنى من جلاله الملك يجيبو للمغرب باش ما كان
يحاسبوا هنايا، كنطلب جلالة الملك يشوف فينا بعين رحمة ويجيبوا. عنده ولادو مرميين في تركيا، ماتت له وحده تما، كان ماكله ماشي مزيانه، ماتت له ويله وحده ماتت له تما، يما مراسو باش شافتو هيداك هربص بهم تركيا، باش هربص بهم تركيا، عنده عويل وبنيته تما، دابا راه مرميين تما، ما كانش الطياره باش يمشيو، ما عندهم تما جالسين مجليين تمايا، كان هنا شي يجيبوهم تا عند رزق باهم، باهم الحمد لله بالخير ديالو، الخير ديالو كله سمح فيه هنا يجي بعدا بلادو، ولادو بعدا الاقل ولادو يعيشو هنايا، وتشوف يجيب لنا ولدنا باش ما بغا يحكموا عليه، هو غلط. يعني انتما كتعترفوا بالغلط ديالو، الحاجه الوحيده اللي كتطلبوا هو انه يتحكم في البلاد ديالو ويرجع يجي بلادو يحكمه باش ما كان، باش ما كان مهم بلادو، الام والاب هي بلادو، بلادو ما يضروش، المهم يوكلوه يكسيوه الامراض يعالجوه، تما حاشي الام في المونس حمار، انت تشوف المونس كيعاملين شو الحاله. هذا عمر، اي واحد وري يقول مع عمر كنيدة، عمر كان الصحة ديالو ما بخليت واحد دراري كيبغيوه، كل شي كيبغيه، ما مشى نقص الجوع، ما مشى زمع باش يجي يخدم، هو رزقه كان هنا عنده، هو كان خدام تبارك الله ربي يحوي رزقه من واسع، كنطلب جلالة الملك، جلالة الملك جيب لي ولدي باش احكم عليه باش ما بغيتي، المهم يجي. هنا بلادو في دار ديالو بالحبس بحال اللي في الدار ديالو، المهم في بلادو كانت من هو غلط وقع لي ما انا غلط خصني نجي بحالي، ما كيشبروه دابا الاكراد، كنطلب من جلالة الملك يجيبوا لنا هذا اللي كنت. هاد الشاب هذا يعني خسارة للبلاد ديالنا المغرب، بحال هاد الشباب هادو، لأنه كان كيشغل معاه عشرات ديال الشباب، ولا خرجتو دابا للشارع غتسقسيو على عمر بن حمدان، كل واحد غادي يقول لكم شنو دار له وشنو عمل له. كنطلبوا من الله ثم من جلالة الملك يشوف الوسيله كيفاش يجيبوا هاد الشباب كاملين لبلادهم، ماشي غير ولدي ويفرج عليهم الله، راه غلطوا وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. هادشي اللي كان لا هو حنايا راه كنعملوا الاسباب، قدمنا طلب لوزاره الخارجيه، وقدمنا طلب للمنظمه الدوليه للصليب الاحمر، والحمد لله هاد العام هذا استبشرنا خيرا، سمعنا بان الدوله كلفت واحد اللجنه برلمانيه باش تشوف هذا الملف هذا، واول خطوه داروا هو عيطوا لنا حنا العوائل ديال الناس اللي عندهم ولادهم تما، ومشينا للبرلمان وتسمعوا منا كل واحد كيقول لك انت فويخ مشى ولدك، انت فويخ مشات بنتك، وهذا وجمعوا المعطيات، والاجتماع الثاني داروه بقينا نهار تما، والاجتماع الثاني داروه مع ديك العائدين اللي كانوا جاو ودوزوا السجن ديالهم، عاود جلسوا معاهم خداو منهم عمد المعطيات، والثالثه تجمعوا مع المنظمه الدوليه للصليب الاحمر هاد اللجنه البرلمانيه، والرابعه تجمعوا مع وزير الخارجيه، هاد المعطيات كياخذوها حنا كنتمنوا خير يكملوا في العمل ديالهم ويجيبوا لنا ولادنا. الدول كاملين راهما صردوا هاد اللجنه البرلمانيه ومشاو لتما باش يجيبوا الافراد المواطنين ديالهم، وحنا كذلك نطلبوا من الله ينجحوا هاد اللجنه البرلمانيه باش تجيب لنا، خاصه عاوتاني هذوك الاولاد ديالنا دابا هما الاحفاد ديالنا في وسط تركيا مسيبين، وحرفتنا كنجيبوهم، كنا كنمشيو نطلعوا الوليدات الصغار ما عندهم حتى شي ذنب ومازال ما عندهم حتى شي حاجه، ملي كانت ما كانتش كورونا كنا كنمشيو بعدا نطلعوا عليهم نعطيهم ما ياكلوا نعطيهم شي حاجه، ودابا ما كان كورونا ما كاينش الطياره، انا هما تما مساكن بالجوع بالعراق، علاش ما يجيوش؟ نديروا لهم شي وسيله، الحمد لله الدوله ديالنا راه قادره تعمل اي وسيله، سيب لي سي باسي ولا شي جواز سفر ولا هادي ونجيبوهم لهنا، ها هي الدنيا عامره بالسوريين هنا في المغرب، ما عرفناهم منين كي داروا جاو، وحنا ولادنا حنا حرفتنا كيفاش نجيبوهم، وكنتمناهم اللهم جلاله الملك نصر الله يجيب لنا هاد الوليدات ويجيب لنا ولادنا كاملين للمغرب، وهما اللي كانوا هنا في السجن راه بحال اللي هما، لان احنا عارفين بلادنا
غلطوا وحنا ما نطلبوا الله يخلصوا ديك الغلط ديالهم اللي داروه، ولكن يجيوا لبلادهم، بلادهم ما خصهاش يتسمع فيهم. السلام عليكم، سميتي شيماء بن حمدان، اخت ديال عمر بن حمدان. كنطلبوا من جلالة الملك يشوف من الحل ديال عمر بن حمدان. الوالدة ديالي كتعذب بزاف الغياب ديالو، هو غلط دردر واحد الذنب، ولكن هو ما داكشي اللي داروا ما ندم عليه بزاف وبغى يجي بحاله، ولكن شدوه في الحبس. ودابا كنطلبوا من حتى الناس يعاونونا باش يوصل الصوت ديالنا يجي بحاله، راه كنتعذبوا بزاف ودائما كنفكروا غير فيه، وليداتو معذبين، كاملين معذبين. موجود كل شيء كاينه، ولكن بلا عمر اشي مكرفسي. كنا عارفو هنا في الحبس، نقولوا بدا هو في حبس بلادو ما عرفش حاجه، وراه كان في بدا في الجامع هنا في العرايش، يعني هو برزقو الناس كتمنى العيشه اللي هو عايش كان فيها، الناس كاملين كيتمنوها، ولكن سمح في كل شيء. هو راه من شهر بالانجليز باش ما يمشيش، هادشي اللي هو كتب عليه الله، هادشي زرفوه ومشى. هو اللي بغى يجي اجي هو غير وصل بغى يجي بحاله، ولكن ما لقاش كيدير يرجع. من وصل تما داولوا له الباسبورات ديالو وما بقى حاصل. دابا الناس كاينين اللي كيقولوا لا هو مشى وقتل الناس، هو ما عمره ما دار شي حاجه، وكان كيبغي يشري تما. وصل تما لقى داكشي اللي هو مشى عليه كله غلط، وقال لنا قلنا حنا انا جيت ولكن داو لي الباسبور كيفاش عندي نرجي، وتزوج ودار وليداته وخدم ودازت 7 سنين دابا على هاد المعاناه. ولكن هو ما دار حتى شي حاجه، هو دار الوليدات ديالو، كان كيخدم كيتاجر بحال اللي كان هنا، هو معروف عليه الخدمه وكيخدم. الله كربي يبارك له، تما دار بحال اللي كان هنا لاباس عليه وبالديور ديالو، ما خصو حتى شي غير تما كان هكاك. ونهار اللي بغى يجي بحالو صافي خرج شدوه في الطريق. حيت كاين بزاف الناس كيقولوا لا راه هو قتل وتا هو دار، هو ما دار حتى شي حاجه، فعلا غلط ومشى، ولكن هو ما دار حتى شي حاجه. دخلنا هذيك الارض، هو من المشكل ديالو دخل الارض طبيعيه بحالو بحال الناس كامل. بالنسبه ليه جوج عمل وليداتو، 3 د العيال، وحده ماتت على حسب باش ولا عليهم الحصار، داكشي مرضت بالكبده، الكبده ديالها مشات لها، داها للسبيطار ماتت. عيط لي واحد النهار قال لي اسماء بنتي رانا ديتها للكما شنو راه مشات لها الكبده. واحد الساعه قال لي بنتي ماتت. دابا عنده عويل سميتو عثمان، بنيته سميتها فاطمه. هاي جلست اما جلست مساكن تما، لا قرايه لا حتى شي حاجه، العويله ما تركي كتعرف ما كاينه شي. دابا هاد ديال الكورونا عنده رزقو تبارك الله الحمد لله، راه كلشي كيعرفو. سول الطرف دابا تخرج من الطرف الحي قول لهم عمر شنو كيبان لك الناس من نخلو ما يعيطوا لنا. واحد المره مسكينه مريضه بالكونسير عيطتنا كدير العمليه، قالنا عمر انا ما عارفاش شهيده، وكتبكي كتقول لها حالة عمر انا كندعي مع عمر، قالت له انا في العمليه انا كندعي معاه، ربي الحبيبي تشوف من حاله، لان الحاله اللي في اي واحد وقف عنده ما كي هادي شو دائما باشوش دائما كيضحك، وعملوا عمره ما عمل مشكل لنا في المخزن. كلشي كلشي بخير، كلشي معروف، كلشي هو صفحه بيضاء في المغرب. في المغرب الحمد لله ما عنده حتى مشكل، حتى مشكل. السلطات سقسيو السلطات، السلطات هذيك 20 فبراير هذيك وقت 20 فبراير هما هو وقف مع المخزن، كان ماشي قتلوا بزاف ديال هو وواحد خاه، كنمشي يشعلوا العافيه في البومبا، هما اللي هادي هما اللي حماوا زولوا الناس من هذيك البومبا باش ما يحرقوها شي. كان يشبر واحد البوليسي عاود شبروه بالموتور، كان يقتلوه هو وصحابه، حماوا على ديك البوليسي. دابا كيتلاقى انا والله كنكون ماشي نادي مواطن صالح تبارك البوليس كيتلاقاوني كيبقاو دابا كيبقى يبكي كيبكي ويسقسي والله مدرع عمر كتسوقو شي جميع الامن مع الشعب كامل. تصور كاين شي واحد يدير هاد لوجيست هذا، راه هو هنايا واحد السيد دفع شي تشيك، وداك اللي عطاه الشيك زادو شي زيروات، هو مزوج بولادو أستاذة مراتو وداروا له سيزي، مشات غادي تبع في المزاد العنالي الدار، وخرجوا له ولادو وكلشي. جا عنده قال له عمر اش وقع عليه، شقال فين؟ قال له فوياك نهار ياش المزاد العالي، قال له نهار فلان فلاني، مشى المحكمة شراها وعطاها له، قال له سير دخل للدار ديالك. شي اشياء اللي غريبه، هادشي ماشي غير حنا اللي كنقولوه، تخرج للزنقه الصغير والكبير. ومني شاف داك العيال هيداك ميتين في التلفزيون ديال هذا وخاو فيه وتاسف. وهذه من شي ايام المغاربه الحمد لله، المغاربه ماشي غير هو، المغاربه كلهم فيهم هاد العاطفه هذه على خوتهم في العالم كامل.
خصني نجيب حالي انا خارج تشبر شبروه انت كتشوف دابا نعرفوه هي شنو وقع له يجيبوه هنا هنايا يحاكموه يطل باش ما هذه المهم يجي بلاد احنا راضيين راضيين بحكم ديال البلاد ديالنا شنو ما عطاوه نراضي مادام هو غلط يؤدي الواجب ديالو في بلاده مابقاش تما يجلسي لا ماكله لا شراب انت تشوف الحاله ديالو هذه الحاله شوف هذه التصويره هذه ديالو هذه ديالو شوف هذا شوف فرق الرياضي كان فرق بين هذا وهذا 150 كيلو شوف الحاله ديالو كي ولا شتيه مباشره هيدا كيتحرك كيوري ورجلو كيعامل ما تصورش فيه ما تصورش الحاله ديالو اللي ولات فيها من تما دابا عاوتاني تقاطع علينا الخبر تقاطع بهذيك هذيك الايام دخلت هذه الصحيفه من تما ما عرفنا عليه شنو وقع له ما عرفنا شنو كاين حنا كنطلبوا منهم زعما غير يجيبوه لبلادو ويحكموه باش القانون شنو ما دار معاه ولكن في بلادو ما يبقاش تما مكرفص ماشي ما بغيناهم يجيبوه صافي يجي للدار حنا عرفناه غلط وخصو الغلط ديالو يتحاسب عليه ولكن يجي للبلاد هو مغربي خصو يتحاسب وسط المغرب. السلام عليكم مشاهدين قناه اخبار الفجر المغربيه. حنا كنتواجدوا مع اصدقاء ديال عمر ولاد الحي ديالو اللي بغاو يليو بالشهاده ديالهم في حق هذا الشاب المغربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حنا كنعرفوا عمر صديق ديالنا وابن الحي ديالنا صديق ديالنا والزميل ديالنا في العمل. حنا اللي عرفنا عليه رجل المواقف رجل طيب رجل يعني يفعل الخير ويحب الخير لنا جميعا. والحمد لله انا كنقول لك حنا كاصدقاء جميعا الاصدقاء اللي عرفنا لا في الرياضه ولا في العمل كنقول لك رجل طيب يعني بكل ما كتحمله الكلمه من معنى ورجل مواقف رجل مبادئ يعني كيعاون يعني الصغير والكبير والفقير يعني دائما يمد يد المساعده للجميع. حنا الاصدقاء ديال الاخ عمر بن حمدان يعني الصديق ديالنا من الطفوله بحال الوفاء ويعني كل شيء كيعرفوا الصغير وكبير هنايا هو يعني غروا به شي دراري وفهمتيني ومشى يعني بزز منه يعني ماشي لخاطرو ويعني حنا كنطلبوا من جلاله الملك يعني يشوف من الحال ديالو يشوف من الاب ديالو الام ديالو ويعني عنده الاولاد وعمر يعني شنقول لك يعني ما كيدوز حتى شي واحد بصراحه اللي كي اللي عنده شي عرس كيمشي عنده اللي عنده شي سابع كيمشي عنده يعني ما كيخلي حتى شي واحد يعني السر الصغير والكبير هنايا تقول له يا عمر يعني يتاسف وحنا زعما شفنا هذاك البرنامج ديال العربيه وشفنا بوبري في واحد الحاله ضعف بوبري والله يحسن العوال الاب ديالو والام ديالو هنا كيتقطعوا يعني حنايا ملي شفنا ذاك الفيديو تصدمنا فهمتيني هو يعني هو غلط والله يطلق سراحه وكنطلبوا من جلاله الملك يعني هاد الناس هادو يكونوا فهمتيني يعني يجيو يتحكموا هنا في البلاد ديالهم يعني حدا يعني في البلاد ديالهم يعني العداله طويله عليهم فهمتيني والدراري غلطوا. عمر انسان طيب الله يرحم يما اللي رباته على ديك الاخلاق وديك حسن العمل مع الناس كاملين. عمر ماشي كتشهدوا فيه الزهر. عمر لا عمره سلعه. العائله ديالو ناس محترمين ناس مزيانين. فهاد السيد هذا كان كيعمل على الخير. فهاد السيد هذا حقا يقينا زرفوه. هو ماشي ديال هاد الشيء. هو بريء. والله ثم الله ثم الله حتى بريء هاد الانسان هذا. هاد الانسان هذا حنا كنتمنى الله سبحانه وتعالى ومن بعد الله جلاله الملك نصره الله. كنطلبوا من جلاله الملك الله يخلي له ولي العهد. ويخلي له الاسره الملكه الشريفه واللي ينظر في هذا الملف هذا ديال الاسره ديالنا يرجعهم لنا ويرجع لنا خي عمر راه الوالده ديالو مسكينه ما كتنعسش الوالد ديالو كذلك ومثال كنتمناو من جلاله الملك الله يحفظه لينا سيدنا هو كريم والكرام وكيعاون سيدنا كيعاون برا كيعاون لداخل يعاوننا حنا ولادو يجيب لنا الاخ عمر راه حنا كاملين كنبكيو عليه يتحاكم معاه هنايا ونشوفوه ويشوفنا وعين ما مسكينه تحيد الشوق ديالها. حنا عمر اي واحد خرجتي للحومه وسقسيتي غيقول لك عمر ونعم الرجل ونعم الوليد. الله يكثر خيره الله يعطيه الرضا عمر ما خلاش شي حاجه اللي ما دارهاش مزيانه. كيجري غير في الخير كيجري غير في الاحسان. كنتمناو من جلاله الملك وكنعاودوا هذه الرساله تبلغ لجلاله الملك نصره الله. الله ينصره الله ينصر سيدنا عاش الملك يشوف ينظر. فهاد الملف هذا يشوف بعينه يحن بقلبه سيدنا حنين والوطن غفور رحيم وهو كريم بوليزاريو كيتعدوا على الوطن ديالنا ومع ذلك سيدنا كيسمح له وليداته ويسمح لنا احنا كاملين سيدنا
سيدنا هذاك خير هذاك راه خان عمر سيدنا. الله يرحم الوالدين جلالة الملك، والله يخلي لك وليداتك، والله ينصرك الملك. باللي راه حنا كنطالبوك جلالة الملك باش تجيب لنا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبه لعمر بن حمدان، حنايا من الاصدقاء ديالو، هو من اخير اطيب من اطيب خلق الله، معروف عليه بالكرم ديالو، معروف عليه بالاعمال الاجتماعيه ديالو، معروف بالاخلاق، معروف بالتربيه الحسنه اللي كيمتاز بها، المعامله ديالو مع الجيران ولا مع الاصدقاء ولا مع كافه الساكنه ديال الحي هنايا تم التقرير به، تم التقرير به كان من سوريا. من بعد ما عرف الحقيقه تصدم اللي كاين تما، ندم. دابا كنتمنوا يعني من الحكومه ديالنا تحت القياده الشريفه لصاحب الجلاله تفعيل اتفاقيه بين الدول بين سوريا والعراق والمغرب من اجل جلب واسترجاع المعتقلين المغاربه تما، يعني والمحاكمه ديالهم هنايا وفق القوانين اللي كاينه بها اللي جاري بها العمل في بلادنا، والوطن غفور رحيم. هادشي ما كاين ما. بسم الله الرحمن الرحيم. انا صديق من اصدقاء اللي هما بزاف ديال الاخ عمر بن حمدان اللي تم التقرير به كما قالوا الاصدقاء من قبل، ومشى لسوريا وهو لا يعلم شيئا. وش نقول لك، تزرف كما تزرفوا بزاف ديال ابناء الوطن. وكنتمنوا من جلاله الملك الله ينصره والله يحفظ له ولي العهد باش يرجع جميع المعتقلين ومن بينهم عمر بن حمدان الوالدين ديالو اللي هما في واحد الحاله يرتلى. عمر كان من اطيب خلق الله، عمر ود الحومه ديالنا، ود وحنايا عايشين معاه، واش غادي نقول لك، وخيرو سبق فينا كاملين. ما ماشي هذا الشيء، عمر رجل طيب كيعجبو يعمل الخير، كيعجبو يعاون الدرويش، كيحضر في الجنائز، كيحضر في الاعراس، كيحضر في جميع المناسبات، كيعاون ماديا ومعنويا. زعما حي الوفاء اولا مدينه العرائش بالنسبه لعمر ملي مشى راه عنده واحد الخساره اللي هي كبيره والله العظيم. لهذا كنناشدو جلالة الملك باش ينظر من حال الأسر ديال المعتقلين في سوريا كافة، ومن بينهم الأخ الصادق عمر بن حمدان، ويرجع لأرض الوطن ويتحاكم في أرض الوطن. وهادشي اللي نقدر نقول، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة لعمر، هو ولد الحي ديالنا، تربى معنا وتربينا معاه، وخير سابق للحي كامل. اللي حتى شي حاجة كيمشي عند عمر، عمر الحمد لله كان بحالنا ودار التجاره ديالو ويسر الله سبحانه وتعالى، وما تغيرش وما تكبرش على ابناء الحي ديالو، بقى كما كان هو، كما كنعرفوا عمر النهار الاولاني كما كان بقى. اللي يحتاج شي حاجه كيمشي عند عمر، اللي محتاج، اللي عنده العرس ما ناقصو شي حاجه كيمشي عند عمر، اللي شي مريض شي عمليه اي حاجه كيمشي عند عمر. عمر ما كان كيرد حتى شي واحد، حتى البوليس كان تلقاوه هما كيعرفوا ان احنا ولاد الحي، كيسولوا لعمر، رجال السلطه كيسولوا لعمر، عمر ما كان كيرد حتى شي واحد. عمر بعيد كل البعد على هذه الامور هذه اللي وقع، هذا المشكل اللي بعيد على، ما عمره ما قالنا شي حاجه، عمره ما دعانا تطرف ولا شي حاجه، عمر بعيد على هذا الشيء هذا نهائيا. عمر غلط، انسان كيغلط، انسان اي واحد كيغلط، ما باش شي بنادم غلط نحكموا عليه حنايا نهائيا، ما نعترفوش به. ما كانش عمر دار فينا الخير، ما نجبدوهش. سيد خير وسابق على الحي، على كل شيء، ما كيرد حتى شي واحد. انا كنت صغير، كنت كنقرا في الصيفيه، كنت كنجلس من المدرسه، كيجي كيقول لي انت ما تبقاش جالس لا تخدم، مي كيجي الدخول المدرسي كيدبر علينا وكيتهلا فينا. خير وسابق، ماشي شي واحد اللي كيدعي للتطرف ولا كيقول لك دير ولا دير. سيد شعبي عادي غلط، انسان كيغلط، واي واحد كيغلط ماشي غير هو. مشاهدين قناة أخبار الفجر المغربية، حنا دابا جينا مع أب الشاب عمر بن حمدان للمسجد اللي بناه تبارك الله بشهادة الأب والجيران ديالو. هو معنا الأب ديالو. السلام عليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان هذا كانوا الناس هنا ديال هذا الحي دايرين واحد الميكا كبيرة، قيطون ديال الميكا، وكيصليو فيه والحرارة. وداز من هنايا الابن ديالي عمر بن حمدان وشافهم وجا لعندي قال لي ابا ديك الناس مساكن كيصليو بديك الميكا، واش يمكن نبني لهم جامع؟ قلت له اودي الله يرضي عليك، الله يعاونك والله يوفق. وناض كيتقاتل معها بوحدو، بقى بوحدو معها حتى بناها كامله، والحمد لله هي كيصليو فيها المصلين. وكيف تكملت تقامت فيها الجمعه. تبارك الله، الجامع المساحه ديالو كبيره. لا ماشي حنتوما كتشوفوا، تبارك الله ربي وفقوه، والنيه ديالو كانت صالحه وحتى تقاتل. وكيف كملها عيط الاوقاف
قال لهم هاكو ها سوارت هاد انا ما خصنيش تبقى ولاد دابا راه دابا دخلت عند الاوقاف وهي اللي كتسيرها ما شاء الله. نعم انت من الناس ديال ابناء هاد الحي اللي بنى فيه عمر هاد المسجد هذا اللي سميتو مسجد التوحيد. مسجد التوحيديه بالنسبه لهاد الحي كان حي ما كيتوفر له على مسجد لا حتى شي حاجه. كان المكان ديال المسجد كان عندهم تما غير القيطون مغطي بالميكا فهمتي. كانوا الناس المساكن كيتجمعوا تما يصليوا. وبالنسبه للاخ عمر واحد الايام كان داز وشاف الحاله كيفاش كانت واقترح عليهم الى زعما يعمل واحد العمل لله سبحانه وتعالى وطلب منهم زعما باش يعاونوه عيب بالاراء ديالهم باش يدير لهم هذا المسجد. هذا وانتم كتشوفوا المسجد قائم الحمد لله بجميع المسائل ديالو ووقف معهم عاوتاني حتى من ناحيه ديال الاوقاف باش الاوقاف دخلاته مع المساجد ديال مدينه العرائش كامله فهمتي. وكيتوفر على جميع المرافق ديالو جميع المرافق. هذا بعض الاعمال الاجتماعيه ديالو اللي ساهم بها في مدينه العرائش برا المجال الرياضي برا المجال فهمتي. بالنسبه لعمر يعني هي العرائش كلها افتقدته للناس ديالها كاملين لان هذاك الراجل ما عرفنا شي مسكين شنو وقع له وكل شيء كيتاسف له. وحنا دابا انا من بين الناس كنطلب من جلاله الملك الله ينصرو وكما كيعطف على الشعب ديالو كاملين هاد الناس هادو اللي تغرر بهم واللي فهمتي ما عرفناش شنو وقع لهم هما ناس ما عندهم حتى علاقه بهذا الشيء هذا كاع نهائيا وما عرفناش حتى سمعنا عمر ما نعرف به. من بعد سمعنا بان راه في سوريا راه في هذه وكل شيء تاسف وكنطلبوا من جلاله الملك الله ينصرو وكما عنده الشعب ديالو كله عزيز عليه هاد الشباب هذا اللي تغرر بهم كنطلبوا منه الى كان يعمل شي تدخل ان شاء الله باش يجيب لنا هاد الناس هادو والا كان شي حاجه راهما من يعملوا القانون اللي كاينه فهمتي. ما يبقاش يتحكموا في بلادهم انهم يجيو للبلاد ديالهم والله غفور رحيم فهمتي. والعائله ديالو الله يكون في العون الناس مكرفسين مساكن لا الوالده ديالو ولا خوتو ولا الوالد ديالو ولا الاصدقاء ديالو ولا كل شيء ونطلبوا من الله التيسير ان شاء الله ان شاء الله. يا ربي